مشاهدي قناة الشعب، قناة شفت فيها مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة المحمدية، يعني بعد نهاية الحفل الأمازيغي هنا مدينة الزهور مدينة المحمدية. معنا الأخت كوثر مواطنة ابنش مدينة المحمدية. أختي كوثر السلام عليكم، أول حاجة بغيتك تقولي كيفاش جاك هذا الحفل هذا؟ السلام عليكم خويا بخير ومشاهدين، كنقول لكم أول مرة في مدينة المحمدية، أول مرة أنا كبنت محمدية زيادة خلق، أول مرة كنشوف حفل فيه الوليدات الصغار وفيه الأمهات وفيه زعما كتبان لهم الفرحة على وجههم. أنا كنقول إلا كان بحال هكا الله يقوي الحفلات علينا، لأن كانوا كيداروا حفلات مدينة المحمدية، هذه الجمعية دايرة حفل، ذاك الجمعية دايرة حفل، شكون اللي معروضين في ذاك الحفل غير الناس بيناتهم. اليوم هاد الناس داروا هاد الحفل، داروه للناس كاملين، يعني أي واحد يجي يدخل. أنا اليوم قسما بالله إلا شفت الناس مساكن اللي بحالي وبحالهم، الناس الضعفاء، الناس البسيطة، الناس اللي تستاهل تفرج في هاد ودخل هاد الحفل، شون فرحانين. اتحدى شي حفل قبل داز وكانوا فيه الوليدات، الا قدرتي دور الكاميرا ويشوفوا الناس الوليدات فرحانين. يعني قادر نقول اختي كوثر اول مره يعني حفل حاضر فيه 1000 واحد كيتفرج، وماشي يعني قادر نقول بدا الحفل خوا الدنيا، الحفل 4 سوايع ولا 5 سوايع الحفل ما خواش دابا، ياك حنا يا 4 سوايع ولا 5 وباقي لدابا الوليدات، انت شوفي الوليدات الصغار فرحانين. انا هادشي اللي عجبني، ما كاينش الفرق ما بين هذا مسؤول ما بين هذا داير ما بين هذا واصل، كان كل شيء. انا بعد الناس اللي كنت جالسه حداهم قسما بالله الا داك الشلوح اللي زعما كيحشموا داك الناس اللي ما كيقدروش يشوفوا في شي حد براني، وفرحت عجبني الحال، كنقول الحمد لله ولاول مره في مدينه المحمديه دار شي حفل اللي فيه حنا الناس البسطاء، يعني ما غاديش نبقاو نشوفوا لا علاش بالضبط هذا الحفل دار في هذا المسرح. هذا المسرح الى تحل في وجوه الناس الفقراء راح كنقول لي دير هذا الحفل الله يرحم لكم الوالدين. الا جينا نشوفوا قبل كانوا جمعيات كيديروا حفلات في قاعات كبيره الافراح مدينه المحمديه، منهم واحد الرئيس كيقول بان جمعيه رئيس جمعيه بان صحفي بان كل شيء، دار حفل السنه اللي فاتت في قاعه الافراح بحضور الرئيس ديال المجلس البلدي، بحضور ناس واصله، بحضور مستشارين، ما كاينش اللي ينتقد هاد الحفل وما كانش اللي خرج هدر وكان كي. ولكن علاش هاد الحفل يعني بداو في الانتقاد ديالو قبل ما يسالي يا كوثر؟ لان هاد الناس اللي داروا هاد الحفل ناس متخلقه وناس بسيطه وناس كيعطيو من جيبهم كيديروا من جيبهم. اما في قبل كان كنقول كما قالوا علاش دار هاد الحفل، الحفل اللي كان دار قبل راه كانوا مولينو الرئيس المجلس والناس اللي معاه، هذه هضره ديال رئيس الجمعيه اللي دار الحفل، وكان انتم الناس الوليدات فرحانين، وكان تكريم ديال هذا اللي غادي يهدر على هذا الحفل اللي دار اليوم فيه بحال هاد الوليدات الصغار، يقدر يهدر على الحفل اللي دار السنه اللي فاتت ودايرين فيه تكريم المتهمه المولده اللي حيدت لي الوالده ديالي، وبحضور رئيس المجلس البلدي وبحضور الناس اللي واصله. اما هنا راه كاينين على الناس اللي بحالي، الناس اللي كنشوفوا الناس دراويش مساكن وجايين فرحانين وناشطين وما ساخينش، لان ما قادروش وليدات صغار ما قادروش نبينوهم كيجريو. وريني واتحدى شي حفل داز مدينه المحمديه وقالوا غنعيطوا للناس الطبقه البسيطه الطبقه الفقيره، ما كاينش. لهذا كنعاود نرجع وكنقول الله يرحمني والوالدين فرحوا الناس. انا فرحت في هذا الحفل حيت فيه ناس بسيطه، حيت فيه ناس اللي عمرها خرجت حضرت لشي حفل، ما كاين غير انا فاعل جمعوي كيعلق لك لاكارت ولا كيديرها في جيبو كيدير حفل كيجيب المتملقين بحاله كيجيب الناس ديالو. انا كبنت مدينة محمد بنت مدينة محمدية كنقولها وبوجهي مكشوف، راه مدينة المحمدية كانوا كيديروا حفلات ديال الجمعويين، أنا كنهضر على المتملقين ماشي حيت كاينين ناس. أنت ما كتعميش كتهضري باستثناء. اللي ما كنعرفهمش كنمكن لهم كل احترام، ولكن الأغلبية ديال الجمعيات كيديروا حفل غير بيناتهم، كيديروا حفل بيناتهم وكيخرجوا يشكروا بيناتهم.
لهذا كنرجع وكنقول وكنعاود نقولها، راه مدينه المحمديه كاينين 5 ولا 6 ديال الجمعيات اللي نقدروا نحطوا عليهم يدينا، اما اللي باقي راه كلشي قسما بالله الا باغي يدير غير بطاقه ديال فاعل جمعوي ولا فاعله جمعويه باش دوز في شي براج لا كانت معطل على دارها مع جوج الليل، ولا كانت شي 20 كفه ولا 100 كفه كيمشيو ياخذوها باش يقلبوا فيها البيع، ودايرين لاكارطات باش يقضيو غرضهم. مدينه المحمديه 5 ولا 6 ديال الجمعيات اللي فيها، اما التباقي كلشي كينش على قبالته كما كنقولوا ما نخبعوش الشمس بغربان. واخا شي خوتي في نظرك يعني شنو كما قلت ان كل ينش على قبالته، واش في نظرك هذه الكلمه ديال كل ينش على قبالته هي اللي خلات ان بعض الجمعويين او شي ناس يعني ساكنه المحمديه كيديروا حفلات ماشي من اجل باش يفرحوا الساكنه بل من اجل مصالح شخصيه؟ هادشي اللي كاين كلامك معقول، كيديروا الجمعيات كيديروا حفلات باش يضربوا على الشعار، حيت انا كنهضر صريحه نقدر نقول هاد الكلمه، كيضربوا على الشعار باش يستافدوا من عند هذا ومن عند هذا، كما قلتها رمضان جاي ان شاء الله الله يوصلنا ليه، غتشوف شكون اللي كيمشي يستافد من القفاف الرمضانيه، وجاي عيد كبير وغتشوف شكون اللي كيستافد من الحواله غير الجمعيات اللي قاضي الغرض لدارها وناسها، منهم واحد عندك الاسماء؟ لا 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 عارفه قانون الصحافه، منهم واحد رئيس الجمعيه اللي كيدعى انه توا صحفي دايرهم بعشره، لان في هذه المدينه المحمديه لا حاسب ولا رقيب، بغيتي تكون صحفي في ظرف ثانيه، بغيتي تكون جمعوي في ظرف ثانيه، بغيتي تكون حقوقي وتقدر تكون انت رئيس منظمه حقوق الانسان وفي نفس الوقت صحفي وجمعوي. إلا جينا نهضروا شتي في هذه المدينة المحمدية تقدر دير أي حاجة، إلا حطيتي رجلك في العمل الجمعوي، إلا حطيتي رجلك في العمل الجمعوي كلشي ديالك، ولكن علاش؟ ها رمضان جاي، ها عيد كبير جاي، غتشوف الجمعويين والجمعويات اللي كيتسابقوا على القفف وكيتسابقوا على الحوالة وما كيوصلوش الناس للفقر. ولكن شي كوصل سمحي لي غادي نكون مقاطعك في هذه الكلمة اللي قلتي، كاين بعض الجمعويين اللي خدموا المدينة شي كوصل. هما 5 ولا 6 وحنا عارفينهم. انا راه الكل كيعرفني، انا عمرني عطيت وجهي للصحافه. علاش انت كوثر ما وليتيش فاعله جمعويه بمدينه المحمديه؟ الله ينجيني اخويا، وكنقولها بوجهي مكشوف، الله ينجيني. علاش؟ الله ينجيني، لان اخويا انا عاشرتهم في المشكل ديالي اللي مشات ليا فيه الوالده ديالي، وشفت شكون اللي ضربني وشكون اللي باعني، باعوني الجمعويه. غير باش نفكروا الناس باش يعرفوك شكون انت ويعقلوا عليك كوثر. هاد كوثر هي يعني الشابه اللي كان وقعات اثر خطا طبي واحد المراه واقيلا راه كبرت يعني لا بالعكس انت شابه يا اختي قديمه يعني شابه اي الاخت ديالنا يعني خطا طبي واحد الطبيبه الله يهديها الله يسمح لها حيدت يعني مولده حيدت ليها الوالده ديالها يعني بقاش بلا والده كوثر مسكينه يعني هذا الشيء يعني الحمد لله حنا يعني كمغاربه كاملين غنوقفوا معاها وغنمدوا لها يد العون الحمد لله يعني القضاء في وصلت القضيه ديالك اختي كوثر الحمد لله راه غادي كلشي مزيان لهذا بغيت نقول الجمعيات في مدينه المحمديه كلشي اللي بغى الحوانت ياخذهم 10 20 ديالو اللي بغى شي حاجه ياخذها كلشي ديالو اللي بغى اي حاجه بغى حتى من 20 حانوت ياخذهم علاش حيت عنده بطاقه ديال الصحافه عنده بطاقه دي عفوا عنده بطاقه ديال الصحافه فعلا ولا عنده ما عندوش حتى شروط الصحافه وجمعاوي ما عندوش حتى شروط ديال العمل الجمعوي لهذا كنقول مدينه المحمديه الله يرحم لكم الوالدين وهذا ندائي للسيد وزير الداخليه انا وجهي عمرني مديته في الصحافه الا منين طرا لي المشكل ضربوني وباعوني وقتلوني هما بعض الجمعويين فئه كثيره وبعض الصحافه اللي انا ما كنقولش عليهم صحافه ما كاين غير هز ميكرو ديالك وخرج ولي صحافي واخا اختي كوثر هادشي اللي بغيت نقول اختي كوثر نسولك واحد السؤال ملي طحتي شكون لقى شي في جنبك اول حاجه لقيت الله سبحانه وتعالى لقيت القضاء النزيه الامن ديال مدينه المحمديه اللي كنشكره واحد بواحد وكنشكر السي الحموشي وكنقول ليه الله يرحم لك موينتك من هذا المنبر لان اول واحد استمع ليا واول واحد عطى التعليمات على قبل الملف ديالي واول واحد عطاني ودنيه راه خير وما غنساش وكنقول لك الله يرحم لك الوالدين وحتى على هاد الناس ديال الامن مشكورين اللي عندنا في مدينه المحمديه اللي ما لقيت حتى شي مشكل معاهم القضاء يعني كان واحد الفئه الحمد لله تحيدات الحمد لله حاليا ولقيت بعض الصحافه النزيهه البعض فئه قليله اما بعض الجمعويين حتى هما واحد الخمسه ولا اربعه فقط اما ما كاين غير كوثر طار الى مشكل مع دوك الناس لاباس عليهم
كيمشي كيعمر تلا الشوق ويجيبو كوثر تشفاو فيك شي ناس كوثر الشفافيه كلشي راه منهم بعض الجمعويين هادو خرجوا عيروني ومنهم رئيس اللي كيدعى جمعيه حقوق الانسان قال لي هضر لي على الحاله ديالي لان المراه ملي كتحيد الوالده كتولي بحال الخنشه كتولي هذا رئيس منظمه جمعيه حقوق الانسان عيرني بها وهاد الكومونتيرات اللي عيرني بسميتو راني عطيتهم للمؤسسه النازيه في الدار البيضاء السيد وكيل العام لكلشي شفاف فيا لهذا علاش كنرجع وكنقول مدينه المحمديه العمل الجمعوي الله يرحمه ما عندناش الا واحد خمسه ولا سته. اختي كوثر الناس اللي انتقدوا هذا الحفل هذا شنو بغيت تقولي لهم اختي كوثر؟ كنقول لكم يا اما تنتقدوا كل شيء يا اما غتسكتوا على كل شيء. الكندول اول حفل مدينه المحمديه اللي حاضرين فيه الامهات ازيد من 1000 واحد اللي حاضر وحاضرين فيه الوليدات الصغار وحاضرين في اول حفل كيحضروا فيه الوليدات الصغار والامهات اللي عمرهم خرجوا لان كان حفل نقي لذاك السيد اللي ديروا السي المساوي حتى هو راه كيبان ولد الناس متخلق عادي الزراوي راه حنا كابرين معاه وكنعرفوه مده 24 عام راه ماشي يلا غنعرفوا باش غادي نشكروا راه هو خونا. كنقول لكم يا اما غتنتقدوا كل شيء يا اما غتسكتوا على كل شيء. هذا الحفل تلا حضروا فيه الناس راه حاضره فيه اكثر من 1000 وكلهم امهات اكثريه الامهات. علاش ما انتقدتوش الحفل اللي كان داز وداروا فيه تكريم المولده اللي حيدت هي الوالده؟ وعلاش ما انتقدتوش اللي كان حاضر فيه رئيس ديال المجلس البلدي والمستشارين والموظفين؟ هذا راه كنظن فيه غير الناس اللي على قد الحال. لهذا كنقول لكم راه مدينه المحمديه فيها جوج اللي خدامين السلك الامني والسلك القضائي والبعض البعض 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 ديال البعض ديال الناس الصحافه اللي منهم واحد الفئه قليله الله يرحم لكم الوالدين وبعض الجمعويين خمسه ولا سته فقط لان ما كيقولوش الحق. ما كاينش الحق شي مدينه المحمديه الجمعويين قسما بالله العلي العظيم ما كاينين. كاينه شي 1000 جمعيه وما عرفت شحال فيها خمسه ولا سته هما اللي كيخرجوا يهضروا على الحق ويبقى فيهم بنادم يعطيه ويقول لا كاين بعض الجمعويين اللي كنهضر على هذو اللي كنعرف كنهضروا عليك اش عارفين اللي كنعرف اما اللي ما كنعرفهمش كنمكن لهم كل التقدير والاحترام. اما هذو اللي كنعرف ازيد من 300 واحد. اختي كوثر نقدروا نقولوا ان الاغلاق ديال مسرح عبد الرحيم بوعبيد ماشي في صالح السكينه ملي شحال واش نقدروا نقولوا انا فرحت انا فرحت لان هاد عرفتي على مساحه فيه راه كبيره بزاف وزوين خاصو شويه ديال الاصلاح شويه وغادي يولي كلشي مستافد منه. حنا ما غنشوفوش علاش هذا اليوم استافد حنا ما نشدوش الضد مع هاد الناس استافدوا لان هاد الناس اش غنقول لك حتى لا داروا في هذا المسرح راه فرحوا امهات وليدات صغار. اما كون استافدوا وحدين قبل منهم راه كيعيطوا غير على صحابهم حيت مدينه المحمديه الجمعوي اللي فيها كيعيطوا غير على بعضياتهم. كون كان فعلا واخذوا واحد قبل من هادو راه ما غنكونش انا ما غيكونوش داك العيالات ما غيكونوش داك الوليدات ما غيكونوش بزاف ديال الناس لان الانانيه والنفاق في مدينه المحمديه. يعني انت كوثر مع هاد الانشطه ومع مثل هاد الانشطه الا كانوا غنشوف فيها الوليدات الصغار والامهات اللي عمرهم خرجوا. انت شوف خويا الامهات اللي عمرهم خرجوا جايين هنا على اساس كاين الاحترام كاين الاحترام جايين هنا فرحانين. إذا كنت غنشوف الوليدات بحكم تانا عندي وليداتي وغنشوف الأمهات بحكم تانا عندي أمي الله يشافيها والله يجعل ربي يخليها لي ويخلي الأمهات كاملين راه غنكون فرحانة. راه كيدوزوا حفلات في قاعات كبرى ديال الأعراس عمر شي واحد بوفري ما حضر لأن ديك الجمعية اللي دايرة داك الشيء دايرينهم غير بيناتهم دايرينهم غير بيناتهم. وكنعاون نقولها بوجهي مكشوف ما كاينينش جمعويه من مدينه المحمديه كاينين خمسه ولا سته. وكنطالب وزير الداخليه كنقول لك اسيدي الله يرحم لك الوالدين الا لقيتي ما تعتق في هذا العمل الجمعوي اعتق حتى العمل الحقوقي راه ما عندناش مدينه المحمديه ما عندناش. كاين بعض الحقوقيين كاينين جوج واحد رفض لان النائب المعتقل كان ضاغط عليه في الملف ديالي رفض رفضا تاما. وكاين واحد اللي كيتاعته هو صحافي وجمعوي ورئيس منظمة حقوق الإنسان احتراماتي المنظمات كاملين ديال حقوق الإنسان بالمملكة الشريفة. كنقول لكم هذا ناض عيرني بالملف بالمشكل اللي عندي في ذاك الملف المعروف كيقول لي المرأة ملي كتحيد الوالدة كتولي بحال الشكوى. عيرني وديتها للمؤسسة النزيهة اللي صيفطنا ليها السيد وكيل العام وديتها وريتها للسيد وكيل العام شخصيا. اين حق اين عمل حقوقي هذا؟ راه ما عندناش العمل الحقوقي بمدينه المحمديه.
راه انا كنت تبعت الناس ديال حقوق الانسان مدينه المحمديه كره مشى ليا بيفي راه ما كاينش العمل الحقوقي ما كاينش. الا بغيتي تعرف على المنظمه ديال اللي عندنا مدينه المحمديه ديال العمل الحقوقي الا بغيتي تعرف عليها وهي انك تمشي حاليا نعطيك منها اسبوع غتشوف رئيس منظمه حقوق الانسان الهجوم اللي كان مجهجم على واحد الفندق بالبارك وهو سكران وهو مع العشيقه ديالو وهو متزوج غتشوف شنو طرا غتشوف شنو طرا. اما باش تجي تقول لي عمل حقوقي مدينه المحمديه ما كاينش اختي كوشر منظمين هذا الحفل هذا اللي كانوا كيشوفوك اش بغيتي تقولي لهم؟ كنشكرهم واخا ما كان ما نكذبش عليك انا كنعرف خويا عادل وداك السيد مساوي تا هو صراحه اول مره باش الكل خاصو يعرف راه اول مره غنشوفو ولد الناس درويش ما دايرش الفرزيات كيعنق الصغير والكبير عجبو كلشي كيفرح بكلشي كنقول لهم الله يرحم لكم الوالدين وفعلا هادو اللي نسميهم جمعويين هادو اللي نسميهم ولاد الناس واحتراماتي للجميع الناس اللي كاينين هنايا وكنقول لكم فرجه ممتعه وصافي. كما كنشوفوا معنا مشاهدينا الكرام مباشره مع الاخت كوثر يعني برافو على اللي فرحانه بهذا الحفل هذا. الى هنا مشاهدي قناه شاب قناه شفت في نقش بدر القناه على ملقاكم بعد قليل في نقش اخر. شكرا والى